المراقبة حين العمى. واحد الآن يريد يتكلم بكلمة، يفكر هاي الكلمة مرضية لله لو مو مرضية. عندما قاعد في الديوانية يريد يتكلم كلمة، يفكر قبل الكلمة، لسان العاقل وراء قلبه. يعني شنو؟ يعني أول يفكر ثم يتكلم. الإنسان قبل كل خطوة يفكر أن هذه الخطوة مرضية لله لو مو مرضية لله. هذه الكلمة، هذه الخطوة، هذا الموقف، هذا العمل، الله يحبه أو لا يحبه؟ هل تؤدي هذه الخطوة إلى الجنة أو تؤدي إلى النار؟